أقيم الحفل السنوي لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الإسكندرية برعاية شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، وذلك بالتزامن مع فعاليات المؤتمر السنوي للقسم بحضور حوالي 100 من الأساتذة والمدرسين بالقسم. كما شارك في الحفل الأستاذ الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية والدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الرمادية المصرية. هذا وقد قام الأستاذ الدكتور محمد شفيق شاهين رئيس القسم بإلقاء كلمة استعرض فيها مسيرة النجاح لقسم العيون بجامعة الإسكندرية، ثم قام سيادته بتكريم عدد من الأساتذة الذين أثروا القسم علما وعملا. واختتم الحفل بتكريم الدكتور أسامة عباس نظير مجهودات شركة أوركيديا للصناعات ودعمها المستمر للقسم، حيث قامت الشركة بتقديم عدد من الأجهزة الجراحية والتشخيصية الهامة وتدريب عدد كبير من الأطباء على أحدث التقنيات الهامة. وقد أثنى الأستاذ الدكتور محمد شفيق على مجهودات الدكتور أسامة عباس في قيادة شركة أوركيديا لتصير الشركة الوطنية الرائدة في مجال طب العيون ودعم الطبيب والمريض المصري وتوفير كافة الأدوية التي يحتاجها هذا التخصص الدقيق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع. النهاردة ده حفل عشاء اجتماعي لأسرة قسم طب وجراحة العين كلية الطب جامعة اسكندرية، وهو طقس سنوي كان تقليد عندنا للأسف الشديد انقطع أيام وباء الكورونا وبنحاول نحييه مرة تانية. التقليد ده بيجمع كل أعضاء قسم طب وجراحة العين كلية الطب جامعة اسكندرية، ومعنا النهاردة هيشرفنا السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية والسيد الأستاذ الدكتور رئيس المستشفيات الجامعية، وكمان الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للأدوية. والهدف الرئيسي طبعا هو اجتماع الناس مع بعضهم وتكريم الأساتذة اللي خرجوا على المعاش بعد ما قضوا طول عمرهم بيخدموا في القسم وقدموا خدمات عديدة لمرضاهم وتلامذهم، وكمان تكريم روح الأساتذة الذين رحلوا عنا في السنوات السابقة. احنا هنا النهاردة في مناسبة عملها او تقليد سنته جامعة اسكندرية كلية الطب قسم أمراض العيون، إن هم بيكرموا الرواد اللي هم رؤساء القسم في السنين اللي ماضية والأساتذة اللي لهم فضل على النمو العلمي في القسم، فعاملين حفلة النهاردة لتكريمهم، وإحنا الحقيقة مدعوين أصلا علشان يكرمونا يمكن، ودي دعوة كريمة الحقيقة بنشكرهم عليها بمناسبة إن إحنا كنا من الشركات اللي بتعمل سبونسرينج او بتدي لهم سبورت كده في احتياجاتهم كجامعه من الاجهزه والمعدات. انا سعيد النهارده ان انا احضر في الاجتماع العلمي لقسم طب وجراحه العيون اللي الحقيقه بيشهد تطور كبير في الفتره الاخيره، ونشاط علمي ونشاط تدريسي ونشاط في مجال خدمة المرضى والمواطنين. احنا ان شاء الله في خطة طموحة جدا لقسم امراض العيون للتوسع وتقديم خدمات على مستوى عالي جدا، خدمات صحية. القسم بيقدم خدمات صحية للمواطنين يمكن من 4 محافظات، من اسكندرية ومن البحيرة ومن مطروح وكذلك من كفر الشيخ، بالمجان للمواطنين. ده بفضل طبعا مجموعة كبيرة وكوكبة من أساتذة اللي هم علماء في المجال، والنشاط العلمي بتاع النهاردة هو واحد من الأنشطة السنوية للقسم. أنا أتمنى لهم النجاح في المؤتمر إن شاء الله والاستفادة لكل الأطباء يعني اللي جاية المؤتمر علشان يعني يتعلموا حاجة جديدة من أساتذتنا وعلمائنا في طب وجراحة العين. طبعا هو ده اجتماع قسم طب وجراحة العيون السنوي اللي بيتم كل سنة، ده يمكن
رقم 80 أو 81 بنعمله كل سنة. القسم بيعمله فيه شباب الأطباء وكبار الأطباء، بنقلوا خبراتهم طبعا لبعض، وبتكون كل حاجة حديثة موجودة فيه وفي كل التخصصات. ودي برضو من مزايا اجتماعات أقسام العيون، إنها بتشمل تخصصات العين، فيها تخصصات كتير، قرنية والشبكية والأطفال والكبار، فطبعا تخصصات كتيرة. فبنقدم فيه أحدث ما يعني أخرجوا القسم في التخصصات المختلفة، وما شاء الله عندنا أبحاث كتيرة جدا منشورة عالميا، وبنواكب الأحداث العالمية في التقدم العلمي في طب وجراحة العيون. فبنحرص دايما أننا نحضر المؤتمر ونطلع منه بتوصيات بنقدمها لكلية وللجامعة، عشان طبعا نساعد في تقدم طب وجراحة العيون في مصر. عايز أشير لحضراتكم أنه عدد أعضاء مجلس القسم وأعضاء العاملين في القسم من أصغر طبيب إلى أكبر أستاذ يتجاوز 130 دكتور، وده عدد يعني يجب أن ننظر له بعناية فائقة، لأن دولت فيهم كثير من قامات العلم وقامات جراحة وطب العين في التخصصات الدقيقة المختلفة الموجودة داخل هذا التخصص الكبير. لكن من الواجب هو ربط الأجيال وربط العلاقات الاجتماعية والإنسانية، لأن دي بتدي دفعة قوية جدا لما يحصل تواصل دائم ما بين الأعضاء مجلس القسم ككل والمشاركين، كفيلة إنها قوة هذه العلاقات بتنعكس إيجابا حتى على التواصل العلمي وعلى الأبحاث المشتركة وعلى العمل اليومي اللي بيتم داخل القسم، فبتبقى النتائج أفضل وبتبقى المكتسبات الحقيقة بتبقى أفضل بكتير قوي.